امبارح يعني يمكن كل الشعب المصري قضى ليله كرويه كانت حزينه بالنسبه لنا، كنا بنتمنى طبعا الفوز والتاهل، لكن للاسف خرج منتخب مصر. شفت المباراه ازاي امبارح؟ يعني خروج محبط للمنتخب المصري من دور 16 لكاس الامم 2023 كوت ديفوار محبط لكل الشعب المصري. الناس تفاجئت بالمباراه، مستوى المنتخب كان سيء جدا من بدايه البطوله، ولكن يعني الناس كان عندها امل انه الاداء يتحسن تدريجيا، خصوصا انه بعد انتهاء دور المجموعات وكان الاداء سيء جدا بثلاث تعادلات مع موزمبيق ثم مع غانا ثم مع الراس الاخضر، ولكن يعني الناس قالت انه مستوى المنتخب بيتطور تدريجيا مع الادوار الاقصائيه، ولكن واضح ان المنتخب يعني سيء جدا فنيا وبدنيا وذهنيا بشكل يعني لا يوصف. في اخطاء كثيره جدا فنيا من المدير الفني روي فيتوريا، اخطاء من اللاعبين هي اللي وصلتنا للحاله دي بتعادل يعني بخروج مغزي للكره المصريه. ازمه كبيره طبعا ان منتخب مصر يخرج من دور 16 وعلى ايد فريق يعني مش من المصنفين، فبالتالي لا لازم حلول سريعه جدا للكره المصريه، لانه الوضع بتتكلم من 2010 حتى الان احنا بنتكلم في 14 سنه المنتخب مصر بعيد عن منصات التتويج، غياب عن كاس العالم 2022 قطر، فبالتالي لا في ازمه كبيره في الكره المصريه مش من كاس الامم فقط، لا ده من فتره كبيره، فلازم يبقى في حلول سريعه جدا لتدارك يعني الاخطاء. اكيد طبعا. يعني نتكلم شويه انه لا خصوصا الناس امبارح كانت عماله طول ما احنا بنتابع الماتش والمباراه كانت بتطالب فيتوريا بالتغييرات والتبديلات خلال المباراه نفسها، يعني حتى في الاخر عشان ما نضطرش ان احنا نلجا للاشواط الاضافيه. يعني بص فيتوريا من بدايه البطوله مش مركز مع المنتخب بشكل كبير، هو اللي يعني ودانا للمرحله دي ان احنا نقعد لحد الدقيقه 80 ما نعملش تغييرات، دي ازمه كبيره عند المدير الفني انه يعني منتخب مصر يبقى عنده ازمه اداريه انه حتى في التغييرات، يعني نشوف انه اول تغييرات يعني طبعا اول تغيير مع احمد فتوح للاصابه نزل بداله محمد حمدي، في تغييرين كمان عمر مرموس ومحمود حماده بنتكلم نزل في الدقيقه 80 من الدقيقة 70 واقفين على الخط، يعني 10 دقايق واقفين على الخط، كان في مشكلة في الأرقام في التبديلات، فبالتالي إنه يعني منتخب بحجم منتخب مصر يبقى عنده أزمة إدارية، مفيش إداري قادر يقف إنه يعني يعمل التغييرات صح،